بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب النكاح وفي العيوب التي قد تظهر على أحد الطرفين. قد يظهر عيب في الرجل وقد يظهر عيب في المرأة، فما هو العمل؟ الرجل قد يظهر به عيب كأن يكون مجبوبا أو أن يكون عنينا، والمرأة قد يظهر بها عيب كأن يكون هناك قرن أو غير ذلك من أو عفل أو من استطلاق ما بين المخرجين وهكذا، فيكون هذا منفرا ومانعا من ومانعا من العمل والاستمتاع، بحيث لا يستمتع الرجل بالمرأة ولا تستمتع المرأة بالرجل. فنقول إذا رضي صاحب العلاقة، إذا رضيت المرأة بالرجل عنينا أو رضيت به مجبوبا، فلا مانع من ذلك، وإذا رضي الرجل بما في المرأة من عيوب فلا مانع. ولكن إذا لم يرضى وطالب بحقه وأراد الفسخ، فمتى يكون ذلك جائزا ومتى يكون غير جائز؟ ويبقى الأمر على ما هو عليه. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف بهذا الخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وإذا اختلف في عيب المرأة أريت النساء الثقات. قال المرأة فيها عيب، والمرأة قالت لا أنا ما فيها عيب. لمن نرجع؟ نرجع إلى الجهات المعنية، يعني للنساء الثقات، للنساء الثقات. والآن قد يكون لدينا من الطبيبات في المستشفى في قسم النساء من لديها معرفة وإلمام بذلك ومقدرة على كشفه وإيضاحه. هنا المؤلف رحمه الله وقت ما كتب كتابه لم يكن هناك مستشفيات أو طبيبات، فيقول نرجع إلى النساء الثقات وينظرن إليها هل فيها عيب أم لا. الآن نقول ينتهي الأمر بلحظات، نرسلها للمستشفى والمستشفى يحيلها إلى قسم النساء، والقسم هذا يعطينا التقرير الوافي الذي يكون فيه إيضاح كامل لحقيقة الأمر. نعم. فرجع إلى قولهن فإن ادعت المرأة أن زوجها عنينا فأنكر. فالقول قول، لأن الأصل أنه ما هو بعنين، لكن إذا أقامت بينة على وجود العنة فنحن نسمع منها. نعم. فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل السلامة. نعم. وإن اعترف بأنه لم يجامعها، ما نقول من تاريخ الزواج، لا، وإنما من تاريخ الدعوة، من تاريخ رفع الدعوة، نقول لك سنة، هذه السنة حاول أن تؤدي ما هو مطلوب منك، لأن بعض الناس
قد لا يقوم بهذا العمل إلا في الصيف كذا شيخ تركي، والبعض الآخر يقوم به في الشتاء، والبعض الآخر يقوم به في الربيع، والبعض الآخر يقوم به في الخريف، فيختلف البلد من حيث الطقس ومن حيث الحرارة والبرودة إلى آخره. فإذا مرت الفصول الأربعة ولم يحصل شيء عرفنا أنه عنين وأنها تطالب بحقها فنسمع مقالتها. لكن لو قالت إنه عنين ومضت السنة وقبل أن مضيها بشهر أو شهرين قالت إنه حصل منه ما يكون بين الرجل وأهله، نقول خلاص الدعوة انتهت ولا نسمع منها شيئا، لأنها أقرت بأنه أدى المطلوب، أقرت بأنه أدى يا شيخ أحمد ما يطلب منه. نعم. وإن اعترف أجله الحاكم عاما منذ رافعته لما شوف الآن يعني شيخ صديق يقول أجله الحاكم عاما منذ رفع، وشلون يعني رفعت؟ يعني رفعت الشكوى، لأن قد تبقى عنده سنتين ثلاث أربعة وتكون ساكتة، فلا نقول على طول ما دام لك سنتين ثلاث ما سويت شيء نفس، لا نقول من تاريخ اليوم، من تاريخ اليوم نسجل عندك الصيف والشتاء الربيع الخريف، ننظر الفصول الأربعة وهل حصل شيء أم لا، لأن الشريعة ما تركت خيرا إلا دلت الأمة عليه، وكل إنسان يأخذ حقه، ومن قواعدها بأنه لا ضرر ولا ضرار، فلا نضر بالرجل ولا نضر بالمرأة. لكن ما نقول من حين الزواج، متزوجين لهم خمس سنين من حين الزواج ومعناه ما حصل شيء خلاص نصدر صك طلاق، لا، وإنما أو فسخ، لا، وإنما من حين رفع الدعوى. نعم. لما روى سعيد بن المسيب إن عمر أجل العنين سنة. نعم. إن عمر أجل العنين سنة، وعن علي والمغيرة مثله رضي الله عنهما. نعم. ولأن العجز قد يكون لعارض، لأن العجز قد يكون لعارض لعامل الجو الطقس، يعني وجود الحر ما يمكن الإنسان يعمل شيء، وجود البرد ما يمكن، وجود الربيع وجود الخريف ما يمكن، فقد يكون الطقس له أثر، فوجود الجو العام له أثر. لكن إذا مرت الفصول الأربعة وهو ما عمل شيء معناه أنه خلاص ما هو عامل شيء. نعم. من حرارة أو برودة أو يبوسة أو رطوبة، فإذا مضت السنة واختلفت عليه الأهوية ولم يزل على ما هو عليه، ولم يزل على ما هو عليه على عنته ولم يتحرك. نعم. علم أنه خلقة يعني أصلي وسيستمر معه. نعم. ولا تثبت المدة إلا بالحاكم، يعني ما تثبت المدة إلا لأنه يترتب عليه فسخ، لأنه يترتب عليه فسخ، والفسخ فيه مثلا حق للرجل وحق للمرأة، فلا تثبت إلا بحكم حاكم، لأنه يترتب يعني تحديد المدة، من محرم بدأنا بالمدة، من صفر بدأنا بالمدة، من 20 ربيع الأول بدأ كذا شيخ صديق. نعم. لأنها مدة مختلف فيها بخلاف مدة الإيلاء، بخلاف مدة الإيلاء، لأن مدة الإيلاء موضحة بالأحاديث بأنها 4 أشهر، حلف آل الرجل آلا يعني حلف ألا يقرب أهله مدة 6 أشهر، نقول طيب الشهر الأول يا فلان ارجع إلى الحقيقة والواقع، قال لا، الشهر الثاني كذلك لا، الثالث لا، الرابع امتنع، بعد الرابع نوقف حنا، نقول أنت بين أمرين، إما أن تفي، وش معنى تفي يا شيخ عبد الله؟ ترجع، إما أن تفي يعني ترجع عن يمينك، وإما أن تطلق، قال لا الرجل صلب،
قال أنا لا عفي يعني ما أرجع ولا أطلق. نقول إذن يلا مع السلامة نطلق نفسخ عنك لأجل ألا يدوم الضرر على المرأة ونكتفي بأربعة أشهر وليس بعدها أي مجال للزيادة إلا في مسألة واحدة وهي شيخ بكاي إذا قالت المرأة لا أنا بصبر إذا قالت المرأة أنا أصبر نقول ما نتدخل بينكم اصبري 10 سنين 5 سنين بكيفك ما لنا علاقة. لكن إذا جاءت وطالبت بحقها وقالت إني متضررة وإني أخشى على نفسي من الفتنة وإني أخشى أن أقع في المحذور فلا بد أن يقف القضاء بجانبها وينصفها ويعيد لها حقها كذا شيخ صديق. نعم. فإذا مضت سنة منذ ضربت له المدة ولم يطأها لم يحصل منه وطء خيرت في المقام معه مضى سنة والرجل ما عمل شيء تبين الفكة تبين ننهي الموضوع ونفسخ ولا ودي تستصبرين إذا قالت أصبر نقول بارك الله فيكم جميعا وإذا قالت لا أنا علي خطر أنا أريد الذرية أنا أريد مثلا ما تريد النساء وإلى آخره فعند أنا قلت لكم أمس المرأة عندي في مجلس القضاء قالت أنا لو الوحدة تبي أكل وشرب سن إيش قلنا بيت أبوها أخير لو كانت تريد بيت أكل وشرب بيت أبوها أخير لكن لازم فاضطررنا لما قالت الكلام هذا عرفنا مقصودها وانتهت العلاقة. نعم. خيرت في المقام معه أو فراقه لأن الحق لها فإن رضيت عنينا أو قالت في وقت قد رضيته عنينا لم يكن لها خيار بعد ذلك يعني ما ترجع عن ما أعلنته وأباحت به. نعم. لأنها رضيت العيب وإذا رضي مثل الإنسان اللي اشترى سيارة وقال مثلا السيارة في مكينتها كذا على سبيل المثال وعالم يقدر يا شيخ صديق بكرة يقول لا ما بيها مكينتها مخبطة لا يقدر يقول مثلا فيها كذا مثلا التواير فيها كذا لا إذا رضي بالعيب فيزول الخيار وهي رضيت به عنينا فنقول ابقاي كما رضيت به. نعم. فأشبه ما لو رضيت المبيع المعيب وإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما وإن اختارت الفرقة فيتولاها الحاكم يعني ما تقول خلاص انتين وبغت ولا يعني مثلا تقول بروح البيت أبوي وأخلص دعواي لا الحاكم هو الذي يتولى ويصدر صكا بالفسخ بينهما لأجل الضرر على المرأة وأنه يصعب استمرارها معه وذلك خشية عليها من الفتنة أو الوقوع في المحذور. نعم. وإن اعترفت أنه وطئها مرة بطلك وإن اعترفت قالت وطأني مرة طيب إذن ما هو عنين العنين لا يطأ إذا قالت وطئني حصل منه ما يكون بين الرجل وأهله نقول خلاص إذن باعترافك ليس بعنين. نعم. بطل كونه عنينا وإن ادعى أنه وطئها فادعت أنها عذراء قالت لا أنا بكر قال وطئتها مثلا قبل يومين قبل شهر قالت لا أنا بكر ما دام تقول أنا بكر نعرضها على النساء وكالمسألة السابقة ما نقول مثلا على النساء العاديات أو كذا نكتب للمستشفى مستشفى وقسم النساء والطبيبة تعرف أهي عذراء أو أنها ثيب وهذا واضح وجلي. نعم. أريت النساء الثقات فإن شهدن بما قالت فالقول قولها وإلا فالقول قوله وإن اختلف وهي ثيب فالقول قوله. نعم. لأن الأصل السلامة وليست ثيب وإنما هي
يعني عذراء إذا كان، أو إذا وقعها فلا تكون عذراء وإنما تكون ثيب. شيء واضح. نعم. وعن القول أعد سطر. وإن اختلف وهي ثيب فالقول قوله. نعم. لأن الأصل السلامة. نعم. وعن القول قولها رواية ثانية. نعم. لأن الأصل عدم الإصابة. لأن الأصل أنه ما وقعها وتكون على ما هي عليه عذراء. نعم. وعن يخلى معها في بيت ويقال له أخرج ماءك على شيء. أخرج الماء، الماء وهو السائل المنوي من الرجل، هل هو كذا ولا كذا، هل هو مني حقيقة وإلا يعني تجمعات وتصرفات ماء وليس مني، وهذا يعرف لأن المني له رائحة وله طريقة في تجمعه والتفاف بعضه لبعض. نعم. فإن عجز عن ذلك فالقول قولها، وإن فعل فالقول قوله. فإن ادعت أنه ليس بمني، لا هذا ما هو مني، هذه تسربات ما هي مني. نعم. جعل، جعل على النار، جعل على النار. نعم. فإن ذاب، فإن ذاب فهو مني، وإن تجمع فهو غير مني. نعم. فإن ذاب فهو مني وبطل قولها، لأنه شبيه ببياض البيض. نعم. وذاك إذا وضع على النار تجمده يجمع ويبس، وهذا يذوب، فيتميز بذلك أحدهما من الآخر فيختبر به، لأن هذا قول عطاء. وإن اعترفت أنه وطئ غيرها أو وطئها، قالت وطئ غيري، عنده زوج ثاني ويطعها، نقول اللي يطأ هذه يكون ما يعني يقدر يطأ الثانية، وبعضهم يقول لا، قد يكون عنده استعداد لإحدى الزوجتين لأنها تتجمل وتتحسن وتظهر بالمظهر اللائق فيندفع لها، وأما تلك فعندها من الهدوء وعدم الحركة وكذا وكذا ما يجعله لا يؤدي المهمة المطلوبة. نعم. أو وطئها في الدبر أو في نكاح آخر لم تزل عنته. نعم. لأنه قد يعن عن امرأة دون أخرى، لأنه قد يعجز عن واحدة ويؤدي الدور المطلوب عند الثانية. نعم. وفي نكاح دون نكاح. نعم. والدبر ليس بمحل للوطء، والدبر ليس محل للوط وليس محلا للاستمتاع، وإنما يعني من تأباه الأنفس أو تأباه الفطرة السليمة، الدبر تأباه الفطرة السليمة. نعم. فأشبه ذلك نقول لا تمكن المرأة زوجها من أن يفعل هذا، ولو حصل بطريق الخطأ يعني عليهم أن يتوبا إلى الله ولا يكرراني مرة ثانية، وإذا كان يدأب أو يستمر على هذا فالمرأة مطلوب منها أن تبتعد عنه، لأنه لا خير فيه وفطرته غير سليمة. نعم. فأشبه ما دون الفرج، ويقتضي قول أبي بكر أنها متى اعترفت بوطئه لغيرها أو لها في أي نكاح كان زالت العنة، هذا قول. وقلنا الكتاب هذا ألفه رحمه الله لطلبة العلم الذين قطعوا مرحلة في الدراسة والاستقصاء، لأن قلنا أول مرة قلنا ألف أربعة كتب، الكتاب الأول العمدة للطلبة المبتدئين، ثم ألف المقنع لمن قطعوا شوطا في طلب العلم، ثم ألف الكافي وهو كتابنا هذا لمن قطع شوطا أطول، ثم المغني. فهذا الكتاب الأصل أنه لطلبة العلم الذين قطعوا مرحلة في الدراسة والاستقصاء، وطالب العلم يمكنه أن يميز بين الأدلة ويقارنها ويعمل ما به براءة الذمة. نعم.
وهذا اختيار ابن عقيل لأن العنة جبلة وخلقة فلا تبقى مع ما ينافيها، وأدنى الوطء الذي يخرج به العنة أدنى الوطء ليس الملامسة وإنما تغييب الحشفة، تغييب الحشفة أو قدرها، إذا كانت الحشفة مقطوعة قدر الحشفة، وإذا كانت موجودة نفس الحشفة يغيبها، لأن هذا هو الذي يترتب عليه الحكم. فمثلا عندنا الزنا، إذا الزنا إذا كان محصنا فالرجم بالحجارة حتى الموت، وإذا كان غير محصن جلد 100 وتغريب عام، والإحصان أو يثبت الحد أو إقامة الحد إذا يعني غيبت الحشفة وانتفت الشبهة وثبت الفعل، والثبوت يحصل بأحد أمرين، إما الإقرار وإما الشهادة، والشهود لابد أن يكونوا 4، ما يكفي شاهدين أو 3. نعم. علاج الحشفة في الفرج لأنه الوطأ. نقول الشهادة في يعني بعض الأشياء شيخ تركي، نقبل شهادة رجل واحد أو امرأة واحدة، وش مثل يا بني شيخ تركي؟ ما هو الشيء اللي نقبل شهادة واحد؟ يعني الشهادة أحيانا نقبل شاهد واحد، وأحيانا نبي شاهدين، وأحيانا نبي رجل ومرتين، وأحيانا نبي 3 كذا، وأحيانا نحتاج 4. فإذا قلنا نبي واحد، وش هو اللي يحتاج واحد؟ شاهد واحد، الهلال، ثبوت الهلال، ثبوت الهلال، أو الطبيب البيطري على يعني مثلا العيوب التي في الحيوانات أو كذا، يكفي طبيب واحد إذا ما وجد غيره، أو الهلال، والهلال لابد أن يكون يعني دخول شهر رمضان، وأما خروجه فلا بد من 2. طيب، واللي نحتاج إلى شاهدين في القابلة واحدة، القابلة تكفي امرأة واحدة، يعني إذا الاستهلال قصدك الاستهلال استهل صرخ فمعناه أنه ولد حي، لا ما هو بالقابلة، عندنا نقبل رجل وامرأتين في المال وما يقصد به المال، في المال وما يقصد به المال، ونقبل رجلين، ما نقبل النساء، ما نقبل النساء، وإنما نقبل رجلين في الحدود والطلاق والنكاح وما أشبه ذلك، ونقبل 3 في الإعصار. أحسنت أحسنت الشيخ تركي يقول في الإعصار، ونقبل 4 شلون يا شيخ تركي؟ في الزنا واللواط، في الزنا واللواط لابد من 4، لابد من 4، ويثبت ذلك ب4. وأما الزنا واللواط وكذا فلا تقبل فيه شهادة النساء. أذكر مرة كنت نازل مع الدرج ولا في واحد قال لي شيء، قلت نعم، قال تقبلون شهادة الستات؟ قلت لا، شهادة الستات ما نقبلها. تقبلون شهادة الستات؟ قلت لا، شهادة الستات. وشهادة المرأة تقبل في المال وما يقصد به المال، لأنه الوطء الذي تتعلق به الأحكام دون غيره. وهل يحلف من القول قوله؟ يحتمل وجهين، بناء على الاستحلاف في غير دعوى المال. فصل. السبب الثاني، إذا عتقت المرأة وزوجها، إذا عتقت وزوجها عبد، فهي يطلب منها رأيها، فإن رضيت في البقاء معه فنعم، وإن قالت لا لا أريده، كما كانت بريرة حينما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام الأمر إليك، فعند ذلك نقول القول قولها. فإذا عتقت المرأة، إذا عتقت المرأة وزوجها رقيق، فإن القول لها إن رغبت في الاستمرار،
استمرار العلاقة الزوجية وإلا نفصل بينهم. فلذلك يقول كثير من العلماء الأحسن لمن عنده عبد وجارية وأراد أن يعتقهم أن يبدأ بالرجل أن يبدأ بالرجل أول، لأنه لو أعتقها فربما إنه تنحرف عنه وتطلب الفراق. لكن يقول لي الأولى أن يبدأ بالرجل. يما يقول دفعة واحدة وعنه ما عندنا الآن أرقة، وليس هناك جواري، وليس هناك عبيد، وإن الدولة وفقها الله أعتقت الجميع. لكن يقول المؤلف رحمه الله إذا كان عند الإنسان جارية ورقيق وأراد عتقهم يبدأ يما دفعة واحدة، وإلا يبدأ بالرجل وثم يلحقه بالمرة، لأنه لو بدأ بالمرأة ربما تقول أنا عتقت ولا أريده. نعم. إذا عتقت المرأة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح، لما روت عائشة قالت كاتبت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وكان عبدا فاختارت نفسها. قال عروة ولو كان حرا ما خيرها، لأنه إذا كان حر فيوصلت إلى الحرية فتساوت معه ولم يعني تفضل عليه. ولو كان حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مالك في موطئه وأبو داود في سننه. وإن عتقت وزوجها حر فلا خيار لها لأنها أصبحت وصلت إلى منزلته ولم تفضل عليه بشيء. نعم. للخبر. ولأنها كملت تحت كامل، فلم لأنها كملت، هي رقيقة صارت حرة، زوجها حر، معناه ما فضلت عليه بشيء وإنما ساوته. نعم. فلم يثبت لها خيار، كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم بخلاف زوجة العبد ولها الفسخ بنفسها، لأنه خيار ثبت بالنص والإجماع. ولما روى الحسن عن عمرو بن أمية قال سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها. إذا وطأها زوجة انفسخ الخيار، لأنها أقرت، هي تعرف أنها عتقت وهو لا يزال رقيقا، ومكنته من هذا الفعل، فمعناه أنها أسقطت خيارها. نعم. إن شاءت فارقته، فإن وطئها فلا خيار لها. رواه الإمام أحمد في المسند. وخيارها على التراخي للخبر ما لم يطأها، فإذا وطئها معناه وقد مكنته أسقطت خيارها. فإن أمكنته من وطئها عالمة بالحال بطل خيارها للخبر، ولأنه دليل على رضاها به فبطل خيارها، كما لو نطقت به وإن لم تعلم بطل خيارها أيضا، نص عليه أحمد للخبر. وقال القاضي وأبو الخطاب لا يبطل، لأن تمكينها مع جهلها لا يدل على رضاها به، وإن لم تعلم بالعتق حتى وطئها ففيه وجهان. نعم. كالتي قبلها، فعلى هذا إن ادعت الجهل بالعتق وهي ممن يجوز خفاؤه عليها لبعدها عن المعتق، فالقول قولها يعني ما تدري أنه اعتقها وأصبحت حرة. نعم.
فالقول قولها مع يمينها، وإن كانت ممن لا يخفى عليها ذلك لقربه واشتهاره لم يقبل قولها، فإن ادعت الجهل بثبوت الخيار فالقول قولها، لأنه لا يعلمه إلا خواص الناس. وإن اعتق العبد قبل اختيارها بطل خيارها، يعني أصبح حرا وساواها فسقط خيارها، لأن الخيار لدفع الضرر الحاصل بالرق وقد زال بعتقه فزال، كرد المعيب إذا زال عيبه، ولو اعتقا معا فلا خيار لها، وعنه لها الخيار والأول أولى، لأنها لو اعتقت تحت حر لم يثبت لها خيار لعدم الضرر. فكذا هاهنا، ويستحب لمن أراد عتق عبده وجاريته المتزوجين البداءة بعتق الرجل. نعم لأنه إذا عتق المرأة قالت أنا الآن أصبحت حرة ولا أريدك، فمعناه يكون التفريق بينهم، لكن يبدأ بالرجل لأجل أن يكون منزلته أعلى، فإذا أعتقت فتكون مساوية له. نعم. لئلا يكون للمرأة عليه خيار. وقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنه كان غلام وجارية، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أعتقهما، فقال لها فابدأي بالرجل. فصل. فإن اعتقت المجنونة والصغيرة فلا خيار لهما، لأنهما لا عقل لهما ولا قول معتبر ولا يملكه وليهما، لأن هذا طريقه الشهوة فلا يدخل تحت الولاية كالقصاص. فإذا بلغت الصغيرة وعقلت المجنونة فلهما الخيار حينئذ، لكونهما صارا على صفة يعتبر كلامهما، والحكم في وطئهما كالحكم في وطئ الجاهلة بالعتق. فصل. إذا عتق بعض الأمة فلا خيار لها في إحدى الروايتين، اختارها الخرقي لأنه لا نص فيها ولا يصح قياسها على من عتق جميعها لأنها أكمل منها، والثانية لها الخيار اختارها أبو بكر لأنها أكمل من زوجها فأشبهت الكاملة العتق. لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا، على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الأحد. أما في يوم غد فقراءتنا في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم في كتاب زاد المعاد، ويوم الأحد إن شاء الله نرجع لكتابنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.